الاتحاد الآسيوي يخصص مقاعد الأندية السورية، وبإنجاز تاريخي بالنسبة لإيزاكيل العم. إيزاكيل العم يتأهل من الدوري الأرجنتيني الدرجة الأولى إلى الدوري الأرجنتيني الممتاز بعد صراع دامي 8 سنوات. وإبراهيم يسار يعود للمشاركة في المباريات مع ناديه بلغرانو بعد فترة انقطاع طويلة، وردي على الكابتن فجر إبراهيم الذي هاجم المغتربين بتصريحاته الأخيرة. وجماهير الأهلي تتحسف على فيرمينيو اللي على أساس هو بديل لعمر السوم، وعلى أساس أنه عمر السوم هو المنتهي مع النادي الأهلي، وفيرمينيو هو اللي مو منتهي، هو اللي رح يعوض مكان عمر السوم في النادي الأهلي، بل وسيكون أفضل من عمر السوم كما قالت الجماهير الأهلاوية. خلونا نتكلم عن أداء فيرمينيو بعد عدة جولات، تقريبا 11 جولة في الدوري السعودي. السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته، شلونكم شخباركم؟ إن شاء الله تكونون بألف خير وصحة. معكم علاوي من قناة علاوي يوتيوب، بقناتها أنزل محتوى رياضي سوري. إذا أنت مهتم بهذا المحتوى لا تضغطنا لايك الفيديو، سبسكرايب القناة، خلونا نفوت بالفيديو ونبلش بخبرنا الأول. مقاعد أندية سوريا وحصص أندية سوريا في البطولات الآسيوية القادمة. نشر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وحدد حصص جميع أندية آسيا في البطولات الآسيوية، وقال سيكون في هنالك 3 بطولات آسيوية جديدة، واللي هي أول بطولة واللي تعتبر الأقوى تدعى دوري أبطال آسيا النخبة وتتكون من 24 فريق. البطولة الثانية الأقل قوة يدعى دوري أبطال آسيا ويتألف من 32 فريق. أما آخر بطولة من حيث القوة من حيث قارة آسيا، هاي البطولة تدعى دوري التحدي الآسيوي وتتكون من 20 فريق، وهاي البطولة اللي مشارك فيها أندية سوريا، أو عفوا مشارك فيها نصف نادي من سوريا، مقعد غير مباشر فقط، إلنا نصف مقعد فقط في آخر بطولة تصنيفيا وقوة من بطولات آسيا بالتصنيف الجديد بسبب ضعف وتردي أداء الدوري السوري. وسيتم تطبيق هذا القرار الجديد لحصص أندية دول آسيا في موسم 2024-2025، يعني هذا الموسم راح يلعبون الفتوة وأهلي حلب بشكل طبيعي، الموسم القادم ما عاد يكون لنا غير نصف مقعد ببطولة دوري التحدي الآسيوي الثالثة تصنيفيا والأخيرة تصنيفيا على مستوى قارة آسيا. وأعتقد راح يكون اختيار نصف المقعد هذا لبطل الدوري تبعنا، يلاعب بطل دوري آخر من دولة أخرى أيضا تمتلك نصف مقعد فقط، والفائز منهم يكون له مقعد مباشر ويكون هو في مجموعات دوري التحدي الآسيوي لموسم 2024-2025. بحسب رأيي والله العظيم نستاهل، دورينا يستاهل هذا الشيء، لأنه احنا ما عدنا رياضة أبدا وما عدنا دوري أبدا، وما خرج أنه نقارع أندية آسيا. والأندية السورية اللي حاليا قام تلعب بكأس الاتحاد الآسيوي خير دليل. ننتقل للخبر اللي بعده، بصراحة هو خبر مفرح جدا إلنا احنا كجمهور سوريين، وخبر مفرح جدا للاعبنا إيزاكيل العمي اللي أجانا بآخر معسكر. رسميا إيزاكيل العم ولله الحمد وبعد 8 سنوات من الصبر والاجتهاد والعمل، إيزاكيل العم إلى الدوري الأرجنتيني الممتاز مع ناديه إنديبندنتي ريفادافيا الأرجنتيني. إيزاكيل العم لعب في الدوري الأرجنتيني الدرجة الأولى، ولعب في الدوري الأرجنتيني الدرجة الثانية، ولعب في بعض الأشهر يعني أشهر قليلة فقط في الدوري الأرجنتيني الدرجة الثالثة، وكان يحاول من أجل الوصول إلى الدوري الأرجنتيني الممتاز. وأعيق إيزاكيل العم بإصابات كانت بليغة وكانت أخرجته عن أرضيات الملعب لعدة أشهر، وبالرغم من ذلك كان كل ما يرجع إيزاكيل العم يرجع أقوى ويرجع ينافس بفريقه ويكون هو نجم الفريق الأول. وبصراحة بالمباراة الأخيرة اللي تأهل فيها إيزاكيل العم إلى الدوري الأرجنتيني الممتاز، ردت أعملكم فيديو على قناتي الثانية على يوتيوب لما قدمه إيزاكيل العم من هاي المباراة، مثل ما قام تشوفون أمامكم بعد ما زبطت الفيديو طلع عليه حقوق وما قدرت أنشره. فإيزاكيل العم كان بهاي المباراة هو رجل المباراة، ساهم بالهدف الثاني وكانت له عوارض بهاي المباراة، وبصراحة كان هو دينامو ومايسترو ناديه إنديبندنتي ريفادافيا بالمباراة الأخيرة اللي أهلت ناديه إلى الدوري الأرجنتيني الممتاز. فألف مبروك لإيزاكيل العم هذا التأهل وهذا العمل والإنجاز الكبير اللي كان يطمح له من سنوات. ولكن كالعادة أقول السؤال اللي يطرح نفسه واللي حزب النفس، ليش جبنا إيزاكيل العم وإبراهيم هيسار وهذول النجوم اللي جبناهم بالآونة الأخيرة، ليش جبناهم وهم عمرهم 30 سنة؟ وين كانت أعيننا عنهم لما كانوا شباب وكانوا يقدرون يفيدون المنتخب أكثر؟ ننتقل للخبر اللي بعده ونتكلم عن لاعبنا والوافد الجديد اللي قلنا إبراهيم هيسار. إبراهيم هيسار صار له زمان منقطع عن اللعب مع ناديه بلغرانو الناشط في الدوري الأرجنتيني الممتاز، لكن الحمد لله رب العالمين ومباراة البارحيات نزل إبراهيم هيسار بعد فترة انقطاع طويلة كبديل في هاي المباراة وشارك مع ناديه بلغرانو وهزم للأسف
نادي إبراهيم هيسار، لكن رغم الخسارة بقي نادي إبراهيم هيسار بيليغرانو متصدرا للدوري الأرجنتيني الممتاز للمجموعة بي، وبالمجموعة إيه متصدر هاي المجموعة نادي ريفر بليت الشهير هنالك في الأرجنتين. بالتوفيق للاعبنا، وننتقل للخبر اللي بعده ونتكلم عن فجر إبراهيم اللي هاجم اللاعبين المغتربين. وقال فجر إبراهيم عن اللاعبين المغتربين كلهم من عدا محمد عثمان بأنهم ما يقدمون أي قيمة للمنتخب ومستواهم أقل من اللاعب المحلي وقيمتهم الفنية أقل من القيمة الفنية اللي يمتلكها اللاعب المحلي. ما شاء الله عليه فجر إبراهيم على هاي التصريحات اللي ما أعرف شلون فكر فيها، وما أعرف شلون انتقل التفكير إلى النطق فيها، وما أعرف شلون استحسن وشلون يعني قبل يقول هذا الكلام، وعلى أساس هو المرخص الآسيوي الوحيد هناك من بين المدربين السوريين. بالعقل يا فجر إبراهيم، الدوري السوري أقل شيء تصنيفا من بين الدوريات اللي بالعالم، تلاقيه بذيل ترتيب التصنيفات لأنه الدوري السوري موفر له أي شيء. اللاعبين ينتقلون من نادي لآخر ويعملون مشاكل بكل انتقالات صيفية وبكل ميركاتو، لأنه ما في هنالك مال، ما في هنالك طموح، ما في هنالك ظروف موفرة لا للاعب ولا حتى للجماهير. إذا هاي اللي ظهر أمامكم حاليا على الشاشة كانت تذكرة دخول أحد المباريات في الدوري السوري الجولة الماضية، ماحين اسم النادي وحاطين فوق الورقة وكاتبين اسم نادي الحرية عشان ما يصير في بعزقة بالفلوس. فهل فعلا اللاعبين اللي قام ينتجهم الدوري من خلال هاي الظروف اللي شايفينها أمامكم على الشاشة واللي قام يشوفها إحنا كلنا على أرضية الملعب وفي مباريات الدوري، هل فعلا اللاعب اللي ينتج من هذا الدوري هو افضل قيمه من اللاعب المحلي من اللاعب المغترب مثلا اللي يلعب بالدوري الارجنتيني الممتاز اللي فيه هنالك عرب، في هنالك عرب وفي هنالك من اوروبا وفي هنالك من افريقيا تشجع انديه من الدوري الارجنتيني بسبب قوتها وادائها الكبير كبوكا جونيور وريفر بليت وفي هنالك كثير انديه. احنا ما يلزم بعد، خلينا بالمنتخب اوليفر كاسكاو اللي يلعب مع نادي دالكورد الناشط في الدوري السويدي الدرجة الرابعة أفضل من كل لاعبين الوسط اللي عندنا احنا هون بالدوري واللي حتى من خارج الدوري ككامل حميشة وما ذول المحترفين بالعراق وبالبحرين أفضل منهم كلهم، وأنا عند كلامي وأنا مسؤول عن كلامي وبالأرقام وبالإحصائيات. لكن لما تجيب لاعب مغترب على المنتخب لازم توفر له الظروف، لازم تعطيه ظروفه، لازم تخليه مرتاح. فمثلا احنا نجيب لاعبين مغتربين ونحطهم على الدكة، يا أما ننزلهم بآخر 10 دقات، يا اما نخليهم يجون مثلا من السفر وهم مزعوجين لانه مثلا ما قطعنا لهم فيزا جايبينهم على حسابهم، يعني مو معطينهم الظروف اللي جايين يلعبون بكل نفس مع المنتخب. فلذلك نشوفهم يتألقون مع انديتهم، مو بس هم وكل اللاعبين اللي بالمنتخب يتألقون مع انديتهم ومع المنتخب ما يتألقون. حتى عمر خريبيني اللي كلنا نذمه مع المنتخب، عمر خريبيني صار له 3 مباريات مع ناديه الوحده بكل مباراه يسجل ما شاء الله عليه. وننتقل للخبر اللي بعده ونتكلم عن عمر السومه. قلتم لي يا جماهير الأهلي ويا إدارة الأهلي إنكم بدكم تقيلون عمر السومة وتجيبون بداله فيرمينيو لأنه الخطة تغيرت بالنادي الأهلي، مو ولأنه فيرمينيو أفضل من عمر السومة، لا. وكنت أقول هذا الشيء بقناتي هاي، أقول مستحيل، وخذوها مني أتحداكم إذا كان فيرمينيو يقدر يعمل مثل اللي يعمله عمر السومة مع النادي الأهلي. فكان في هنالك بالتعليقات ناس تقول لي هل أنت عاقل؟ قام تقارن فيرمينيو لاعب ليفربول واللي صار وجال بالأندية الأوروبية بعمر السومة اللي يلعب بالنادي الأهلي، وأنا أقولكم نعم، لأنه أعرف إيش هو عمر السومة، كمية التأقلم اللي عنده مع النادي الأهلي وبالدوري السعودي. عمر السومة لما كان وراء محمد المجحد وراء الأسمري وراء لاعبين من المحليين السعوديين بل من أسوأ اللاعبين المحليين السعوديين، كان ما يخلص الموسم إلا ب15 هدف ب20 هدف في الدوري السعودي. فيرمينيو حاليا ورا كيسيه وجنبه رياض محرز ومن هنا ماكسيمان ومن هنا ما اعرف مين وراء جابري فيجا ورا روجر ايبانيز وناس جايبينهم من برشلونة وناس من مانشستر سيتي، وفيرمينيو لم يسجل الا في مباراة واحدة، وكل المباريات اللي لعبها النادي الاهلي نزل فيها فيرمينيو بشكل اساسي ولم يصاب ابدا. هذا هو بديل عمر السومة. والله العظيم انا اجزم انه لو عمر السومة كان الى جنبه رياض محرز وخلفه جابري فيجا وكيسي وإبنز وكان لهنا وعلى الجنب من الجناح ماكسيمان، صدقوني عمر السومة رح ياكل الاندية المنافسين اكل، لانه عمر السومة من انصاف الفرص بل من ارباع الفرص قادر انه ينهي لك الهجمة بهدف. وبس والله الف مبروك ان شاء الله عليكم فيرمينيو، وهذا كان فيديو اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.